قيمة الإنسان قلبه وبه يرقى ويعلو. فتأمل في رياض القلب فيه القول يحلو. الحب جمال هذه الحياة وزينة ذلك القلب والمتنفس في كل وقت وحين، فلا أجمل ولا ألذ من الحب. فهيا بنا في روضة من رياض القلب نطوف معا في بستان الحب لنقطف من زهوره ونستنشق من عبق وروده ما يملأ قلوبنا. فهيا إلى الحب. الحب هو غريزة فطرت عليها كل الكائنات الحية، والجمال والسعادة والطمأنينة بالنسبة لها هو أن تعيش هذا الشعور حقيقة مهما كلف ذلك من ثمن. والحب هو شعور عاطفي يجعل المرء يحن ويهوى، يتعلق، ينصب، يشتاق، يعشق، يغرم ويشغف حتى، وغيرها من المعاني الكثيرة التي تنضوي تحت جناحي الحب ويحتويها جميعا. والحب ليس محصورا ولا مقصورا على شيء بحد ذاته، بل إن المرء يحب من في السماء وفوقها ومن في الأرض وتحتها، يحب الحي والميت ويحب الجماد والمتحرك، يحب هؤلاء جميعا. فليس الحب مقصورا على شيء، يحب العبد خالقه سبحانه وتعالى والله يحبه، يحبهم ويحبونه، يحب قدوته صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثره، يحب أهله، يحب أقاربه، يحب أصدقائه، يحب من يعرف على هذه المعمورة، يحب وطنه، يحب مسكنه، مأكله، مشربه، يحب كل هذه الأشياء. فليس القلب محصورا ولا مقصورا على شيء بحد ذاته أبدا، بل الحب يشمل هذه الأشياء جميعا. والحب رزق عاطفي يقسمه الله سبحانه وتعالى بين العباد، كما يقسم الرزق المالي، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا السياق في القسمة في الأرزاق المالية، وكذلك يقسم الله عز وجل الأرزاق العاطفية من الحب بين العباد. غارت أمنا عائشة رضي الله عنها من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سر حبه لها وكثرة ذلك، قال لها: إني رزقت حبها. فالحب هو رزق مقسوم، وقسمة هذا الحب وقسمة هذه المشاعر العاطفية شيء عجيب في هذه الحياة. إني لأعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث. روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان مغيث زوجا لبريرة، وكأني أنظر إليه يطوف وراءها ويبكي تسيل دموعه على خديه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: يا بريرة، ألا تراجعيه؟ فإنه أبو ولدك. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: فلا حاجة لي به، فتركته. فهذا شيء عجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لابن عباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيث؟ إن هذا لشيء عجيب في هذه القسمة العاطفية التي هي أرزاق من الله سبحانه وتعالى. الحب ينبت ويربى في القلب كما يربى الطفل في جوف أمه، فإنه ينشأ على ما ربي عليه. وهكذا الحب تماما، لو أحسن المرء تهذيبه وتشذيبه
وتربية ذلك الحب لسعد به سعادة كبيرة. أصله ثابت وفرعه في السماء، يدنو عليه من ظله ويستظل به ويقطف من ثماره ما شاء من غير عناء. ولكن إذا أساء تربية الحب في قلبه فإنه بعد ذلك يكتوي بناره، ويكون الحب عليه مصدر قلق، ويكون كابوسا بالنسبة له، يؤلمه نعم، لأنه أساء تربية الحب في جوفه، ويصل به الحد إلى أنه يمرضه ويقعده ولربما حتى يقتله. نعم، يقتل الحب ذلك الذي أساء تربيته في قلبه. روى عكرمة رحمه الله قال: إنا لمع ابن عباس رضي الله عنه عشية عرفة، إذ جاء فتية من بني عذرة يحملون شابا قد بلي بدنه، بلي بدنه قال وكانت عليه حلاوة، كان شابا جميلا، فوضعوه أمام ابن عباس فقالوا له: استشفي لهذا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: وما به؟ فترنم ذلك الشاب فقال بصوت خافت: بنا منجوى الأحزان والحب لوعة تكاد لها قلب الشفيق تذوب، ولكن أبقى حشاشة معول على ما به عود هناك صليب، وما عجب موت المحبين في الهوى ولكن بقاء العاشقين عجيب. فشهق شهقة فمات. قال عكرمة: فما زال ابن عباس يستعيذ بالله من الحب بقية يومه. الحب ليس له معيار معين ليقال أن هذا هو الداعي للحب وهذا هو السبب الذي يجعل الناس يحبون، بل دواعي الحب لربما هي بعدد أهواء الناس، فكل له هوى وكل يعشق شيء معين، فهذا يحب شيء وهذا لربما يحب عكسه، ذاك يحب البيضاء وذاك معجب بالسمراء، وذاك غرم في السوداء حتى قال: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. والحب مراحل ومنازل ودرجات يتدرج فيها ذلك القلب، فمن الصبابة إلى العلاقة إلى الشوق إلى العشق إلى الغرام إلى الشغف إلى غير ذلك من الدرجات والمراحل التي يعدها أهل ذلك الفن والتخصص. والحب هو عزاء للقلب يجعل حتى المعايير عنده لربما عكسية، فتجده أحيانا يتلذذ بما يصعب في نظر الناس: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. ليس بالضرورة في شرع الحب أن يقاس الكم، كم يحبك، فلربما بسمة رضا من حبيب تعدل كوما من الضحكات من غيره. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يسمى بالقليل. وكذلك الحب هو الوفاء وليس الاتصال الدائم بالأبدان ولا بالمكان. سألوا شخصا: من أحب الناس إليك؟ قال فلان. قيل: أين هو؟ قال: في مصر. قيل: متى كان آخر لقاء جمعكما؟ قال: قبل 40 سنة. فالحب هو الوفاء للمحبوب حتى وإن بعدت المسافات وبعدت الأماكن التي تجمعهم. والحب لذيذ بفراقه أو بلقائه، فالحب هو هكذا أصلا، وهذه ضرورة من ضروراته وأصل من أصوله. عند أهل التجويد في القراءات إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف يقولون: قدم همزا ثم سكن، فتقول لتعرف مخرج حرف الحاء: أح، بفراق الشفتين، وتقول لمعرفة مخرج حرف الباء: أب، بلقاء الشفتين. وهكذا هو الحب عند أهل ذلك الفن، فهو فراق كفراق الشفتين في الحاء، ولقاء وضم كلقاء الشفتين في الباء. من المؤسف حقيقة حينما يذكر الحب أن ينصرف البال في الثقافة المجتمعية إلى العلاقات المشبوهة وإلى الأشياء الغير شرعية وغير المنضبطة
بضوابط هذا الشرع، لا، الحب مقامه سامق، مقامه عظيم، ويدل على ذلك نداء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: أين المتحابين فيا؟ فيدنيهم منه ويقعدهم على منابر من نور بالقرب منه. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ فكن محبا وكن حبيبا في الحد الذي أراده الله سبحانه وتعالى لك، وتلذذ بالحب فإنه نعمة من الله لك. الإنسان قلبه وبه يرقى ويعلو، فاز ذو قلب سليم هكذا القرآن يتلو. ها هنا التقوى، هنا الحب، هنا فكر فتأمل في رياض